السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة الميثاق الوطني العراقي، ونقرأ فيها مقالا بعنوان عودة الإعدامات والتباس الملابسات للكاتبة آلاء صلاح توفيق. تقول فيه: حينما تقول تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش إن 150 سجينا، وهذا قبل أشهر في سجن الناصرية، يواجهون الإعدام الوشيك، وكل مدة يتم إعدام عدد معين دون إبلاغ حتى ذويهم، فإن استئناف هكذا عمليات دون مراعاة لحقوق الإنسان لهؤلاء المحكومين الذين تذاع أسماؤهم قبل التنفيذ بيوم أو اثنين ودون السماح لهم بمكالمة ذويهم، هنا نرى ونسمع العجب، إذ إن هذا الأمر يتعارض مع حقوق الإنسان بشكل ملحوظ وبصورة كبيرة. وحينما نعود مثلا لقاتل هاشم الهاشمي، نرى أنه تم تخليصه من الحكم كما تنتزع الشعرة من العجين. فلماذا لا يستأنف الحكم لآلاف المحكومين غيره؟ ولماذا يتم العفو عمن ينتمي للميليشيات والأحزاب المتسلطة ولو ارتكب أبشع الجرائم، وتنفذ أحكام الإعدام ضد من ثبت اعترافهم إثر التعذيب ووشاية المخبر السري الكاذبة؟ لا شك أن العدالة غائبة، والأهداف الانتقامية الحاقدة هي المسيطرة على عقول أصحاب القرار بدوافع طائفية مقيتة. عندما تتناقل بعض وسائل الإعلام العراقية إنه يتم إعدام عدد من المعتقلين في سجن الحوت سيء الصيت بسرية بين مدة وأخرى، ثم يأتي من يبرر لهذه الجريمة بأنها لا تضر المعتقل وأسرته، فهذه جريمة أخرى، لكن هذه المرة مرتكبها المبررون من الإعلاميين والمنافقين والمرتزقة، لأن مثل هذه الجريمة لا تضر بالمعتقل وحده، وإنما تضر كل الشعب، حيث كامل الشعب سيشعر أنه يعيش في غابة، فللمحكوم حقه الذي لا يجب استلابه منه في لحظاته الأخيرة، وحقه قبلها في محاكمة عادلة تأخذ وقتها لكي لا يشعر أنه جرد من حقه الإنساني بمعاملة أقل ما يقال عنها غير عادلة. ففي الدول المتطورة لا يحق لأحد إرغام المتهم على التفوه بكلمة دون حضور محاميه، ويمكنه الامتناع عن الكلام وجعل المحامي مفوضاً عنه، وله الحق في التزام الصمت، فأين حقوق العراقي ولماذا لا يطبق عليه أي نوع من بنود العالم المتطور؟ أما في العراق فقد أصبح معتاداً أن ترى آثار التعذيب على أجساد المعتقلين أثناء تشريح جثثهم بعد الإعدام، وسط تحذيرات من أن العراق سجل أعلى معدلات للإعدام في العالم. هذه ندبة جرح واحدة من عشرات أخرى أصابت جسد العراق المريض. وإلى صحيفة المدى التي نشرت مقالا بعنوان حصان طروادة تحت قبة البرلمان للكاتب علي حسين، يقول فيه: في ملحمة الإليادة يروي لنا الشاعر الإغريقي هوميروس كيف أن أسوار مدينة طروادة كانت عصية على الجيوش الغازية، فما كان من هؤلاء إلا أن لجأوا إلى الحيلة فقرروا أن يبنوا حصانا خشبيا ضخما ملأوا داخله بالمقاتلين ثم تركوه عند باب المدينة. وفي الصباح تطلع أهالي طروادة إلى الحصان فقالوا لأنفسهم إن الآلهة رضيت عنهم أخيرا فأرسلت لهم هذه الهدية. ويضيف الكاتب: أتذكر أنني أعدت قراءة الإلياذة في أكثر من مرة، وفي كل مرة أعيدها أجد نفسي إزاء حكاية أخرى للجهل الذي يحيط بنا جميعا. ولعل الدرس الذي أراد أن يقدمه لنا هوميروس هو أنه من السهل أن تقع في الفخ، ولكن من الصعب أن تخرج منه، ويعلمنا أن أكثر الرذائل المستعصية على التقويم هي من قبيل جهل الذي يتوهم بأنه يعرف كل شيء ومن ثم يدعي لنفسه الحق في خداع الآخرين. يخبرنا المؤرخ إدوارد جيبسون بأن الإمبراطوريات تسقط عندما يستبيح المسؤول لنفسه عمل كل شيء باسم القانون، وأيضا عندما يستبيح لنفسه خداع الناس تحت شعارات براقة،
وتسقط الدول حين يفتح المسؤول والسياسي أبواب التنكيل والتهميش والإقصاء ويغلق نوافذ التسامح والمحبة والعفو، وتعمر البلدان حين يؤمن مسؤولها بأن الحرية حق والأمان حق وحب الحياة حق. وفي روايته الخراب يروي لنا الكاتب رونان بينيت حكاية المدينة التي يصمم قادتها على تقسيمها إلى نصفين، وعليك أن تقرر أنت مع من تقف. لا مكان الاثنين متفقين على رأي، لابد من الاختلاف كي يعيش القادة بأمان، لابد من أن ينشط الناس في مراقبة بعضهم البعض، فالكل أعداء لأنهم ليسوا من طائفتي. ويضيف الكاتب يا من عدتم من جديد إلى قاعة البرلمان، عليكم أن تقرأوا الإلياذ العراقية جيداً، وإياكم الظن من أن الديمقراطية تعني الزهو والانتصار لمجرد حصول البعض منكم على الأكثرية، لأن الديمقراطية الحقيقية ليست الديمقراطية العراقية، هدفها الأول أن يكون كل سياسي ضامناً لمصالح جميع الناس وليس لمصالح حزبه أو طائفته فقط. نقرأ في صحيفة طريق الشعب مقالاً بعنوان التداعيات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الريعي في العراق للكاتب صالح ياسر، يقول فيه إن هناك تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية للاقتصاد الريعي في العراق، من بينها تفشي ثقافة اللامساءلة واللامحاسبة وما رافقها ويرافقها من تجبير لثقافة الفساد، وعادة ما تبلور القوى المرتبطة بالاقتصاد الريعي ثقافة جديدة يمكن أن يطلق عليها ثقافة الريع، حيث تساهم هذه الثقافة في تفشي وازدياد الفساد ونمو اقتصاد الخدمات على حساب الاهتمام بالصناعة والزراعة والاقتصاد الحقيقي الإنتاجي، ومن ثم السعي لتحقيق الربح السري، وبالتالي زيادة الارتباط الوثيق بين الفساد الذي أصبح مؤسسة راسخة البنيان في العراق والاقتصاد الريعي، حيث الوفرة المالية ونقص مراقبة أوجه صرفها الناجمة عن انعدام الشفافية. إن نسبة الفساد في الحكومة العراقية بلغت 70% وفق تقارير وتصنيفات هيئة الشفافية الدولية، وإن الانتشار الواسع والكبير للفساد في العراق يتناسب طرداً مع كبر حجم الدولة العراقية واتساع دورها وعمق تداخلاتها في إدارة المجتمع وأنشطته المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويتخذ أشكالاً وتجليات مختلفة ومتنوعة يعاد تطويرها يوماً بعد يوم من قبل الفاسدين والمفسدين. وبالمقابل فإنه في ظل عدم تبلور استراتيجية تنموية واضحة لحد الآن، يتنامى دور الفئات المرتبطة بالتهريب وبرأس المال التجاري المرتبط برأس المال الأجنبي، فلا بد أن يؤدي ذلك إلى استشراء الفساد. إن هذه الرأسمالية الجديدة تتعامل مع الأنشطة الطفيلية وخاصة التجارة وتهريب المحروقات وغيرها، تمارس قطاعات عريضة منها الفساد والإفساد، وتنظر إلى العراق باعتباره حقلاً لأعمال المضاربة، تنشر فيه اقتصاد الصفقات والعمولات، وتقيم مجتمع الرشاوة والارتزاق، وتدمر منظومة القيم الاجتماعية. وإلى صحيفة العربي الجديد التي نشرت مقالاً بعنوان قليل من التفكير خارج الصندوق للكاتب محمود الرماوي، جاء فيه بين المتابعات والتقارير والتحليلات والتصريحات اليومية عن الحرب على غزة، يقع المرء على دعوات متكررة إلى وقف إطلاق النار، وقلما يقع على دعوات مباشرة بصيغة مهمات عاجلة ومطلوبة لوقف الإبادة وإنقاذ القطاع وأهله من التدمير والتقتيل، باستثناء بعض التصريحات التي تصور هذه الحرب كجرائم ضد الإنسانية. ومع أن وتيرة الإجرام لا تتوقف ضد المدارس ومراكز إيواء النازحين، ويسميها كل من مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يؤف كالانت بالضغط العسكري، ومع أن هوامش الحياة تضيق أكثر فأكثر أمام ما يزيد عن 2 مليون شخص يواجهون خطر الهلاك بالقصف أو بالجوع أو بالعطش أو بندرة الأدوية، ناهيك عن مخاطر الأمراض.
الواقع الكارثي يجد خارج قطاع غزة من يعتاد عليه ويتعايش معه، بما في ذلك عداد الضحايا اليومية. ويختزل كثيرون الوضع الكارثي في أنه مؤلم، لكن عمليات المقاومة مستمرة وهو ما يمنح أملا، غير أن حرب نتنياهو تتوجه شفرتها إلى المدنيين. فحين يفقد جيش الاحتلال جنودا منه وهو يخسر بالفعل بصورة دائمة، فإن الانتقام يكون جاهزا بقصف المدارس والبيوت ومراكز إيواء النازحين. ولا تملك المقاومة رغم بطولاتها من وسيلة لوقف الاستهداف الإرهابي المنهجي للمدنيين. وخلال ذلك فإن انتصاب بنايات أيا كانت يزعج الجنود الغزاة، فيقومون حين يصادفون فسحة من الوقت بنسف تلك البنايات، ودائما لديهم ذريعة ذهبية. إنهم يستهدفون عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس في البيوت، في الخيام، وفي البنايات والمدارس. كم مضى على هذا الوضع؟ أزيد من 9 أشهر، أكثر من 288 يوماً، وكل يوم بسنة مما تعدون. ومن الخطأ الجسيم اختزال الحرب الوحشية على غزة بأنها منازلة بين جيش الاحتلال وعناصر المقاومة، بل هي ذات وجهة استئصالية غير خافية. وإلى صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالا بعنوان المحظوظ للكاتب محمد الرميحي، جاء فيه: فقط مليمترات قليلة بين الرصاصة ودماغ السيد دونالد ترامب كانت هي الفارقة بين الحياة والموت، ربما شبه معجزة لم يكن كثيرون ليصدقوها، حتى ذهب بعضهم إلى القول إن محاولة إنهاء حياة الرئيس السابق ليست حقيقية بل هي مسرحية. وأوضح أنها حقيقية، وأن ما أنقذه هو الحظ. فقبل أزيز تلك الرصاصة حول أذن ترامب، كانت النخبة الأمريكية قد وصلت إلى شبه اتفاق على أن أي من الرجلين جو بايدن ودونالد ترامب لا يصلح أن يقود هذه الأمة الكبيرة. لكن منذ متى كانت النتيجة النهائية في الانتخابات تقررها النخب؟ من يقرر النتيجة في أي انتخابات وفي أي بلد هم العامة؟ فمزاج العوام هو الفيصل، وكثيرا ما يختلف مع العقل والمنطق. يحكم المزاج والشعور العام بالرفض أو القبول، وتقرره العواطف التي يدغدغها الإعلام المدفوع بالمصالح. مع إطلاق الرصاص على منصة ترامب والصور المصاحبة في تلك اللحظة، سجل ترامب انتصاره شبه المؤكد، إلا إذا حدثت معجزة. فلم يعد بعد الآن بحاجة إلى خطابات نارية وحماسية تلهب المشاعر، فهو كما صرح سوف يبدأ بخطاب المواءمة حتى يكسب المترددين حتى الآن، فالعمل السياسي في الغالب يحمل المخاطر. أما في أمريكا فيحمل مخاطر مضاعفة، فمنذ أن بدأت أمريكا استقلالها ورسم دستورها في عام 1789 حتى اليوم، مر على الرئاسة 46 رئيساً، وفي هذه الفترة الطويلة تمت محاولة قتل أو قتل 10 رؤساء، فكان التواتر بطيئاً في البداية. ثم منذ مقتل جون كينيدي عام 1963 زاد التواتر، وبحساب بسيط في المتوسط فإن كل 5 رؤساء يقتل أو تتم محاولة قتل رئيس منهم، فالمخاطرة كبيرة فضلاً عمن يقتل قبل أن يصبح رئيساً، أي في أثناء السباق بين المرشحين قبل أن يسموا من قبل أحزابهم. الكاتب يضيف: في الغالب ترامب هو الرجل القادم للبيت الأبيض، إلا إذا حدثت معجزة، وفي السياسة المعجزات قليلة. وآخر الكلام: كل الاحتمالات متوقع أن تحدث في الولايات المتحدة في ضوء الانقسام غير المسبوق. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية.
وإلى صور اليوم، حيث نشرت وكالة الأناضول خبرا بالصور يتحدث عن إطلاق أصحاب محال تجارية في ولاية تشروم شمالي تركيا مبادرة بطريقتهم الخاصة للتعبير عن سخطهم على إسرائيل بسبب حربها المتواصلة على قطاع غزة. وفي هذا الإطار علق أصحاب محال في قطاعات مختلفة لافتات كتب عليها عبارة يمنع دخول الصهاينة إلى هذا المحل، وذلك في رد على نشر جنود إسرائيليين جرائم الحرب التي يرتكبونها في قطاع غزة على منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي المبادرة ضمن فعاليات متنوعة تقوم بها الشعوب حول العالم للتعبير عن رفضها للحرب الإسرائيلية على غزة وتضامنها مع الفلسطينيين. والآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هناك وسائل تبريد جيء بها إلى هنا لتخفف عن درجات الحرارة، ومن حق الشعب أن يقتنيها، وعلى الحكومة توفير الكهرباء بشكل متواصل ودعم أصحاب المولدات بدلا من محاسبتهم، لأن هذا ليس وقت المحاسبة في هذا الخيط وهذا الحر. درجة الحرارة 55 مو 50، ها، وكهرباء ماكو، طافية طافية يعني عام، وهسه الدوائر معزلة، يعني المفروض الدوائر من عزلت، هذا الفرق مال الكهرباء يطون عندهم. وبهذا الفيديو وصلنا لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.